السلام عليكم ورحمة الله. خوتي الجزائريين باز عليكم، استعرف بكم. واحد يا دين، واحد مات، واحد قاصر مات. فرنسا انقلبت، فرنسا تحرقت كاملة، ليلة الرعب، رعب عاشوها. استعرف بكم، أول كلام وآخر كلام، استعرف بكم. واحد جزائري قياما انقلبت عليه. هنا تعرف المسلمين حيث ما كانوش غير جزائريين، كانوا معهم ناس اخرين. هنا تعرف بلي سبحان الله الاسلام. شوف واحد مات، هما شحال هما مرونين فرنسا على الانتريت نتاع عامين اللي زادوا ماكرون ياك، يقول رجعهم ونضوا بالملايين وما داروش لفرنسا كما ليله وحده. فرنسا انقلبت صافي، ولات بحال الحرب العالميه الثانيه، كلشي ترون، فهمت؟ ليله وحده. هنا تعرف بلي الامان ديجا فهمت. هذيك سوف تصالحون الروم، ذاك الحديث نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف تصالحون الروم وتقاتلون عدوا ياتي من ورائكم، راه صاري. رحنا فيه، احنا مصالحين مع الروم. شتكي رحنا نديرو لهم هكا وما جا ما جا. هنا تعرف باللي فهمت الحديث راه منطبق، كي نديرو لهم هكا ونحرقو لهم البلاد وكلشي وما يصيفطوناش، عرفوا باللي هادشي من عند الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هما راهم ماكرين حيت بيناتهم طراوات وهذه، ولكن حنا عاوتاني ربي راه ماكرنا في الخفاء لينا حنايا باش ها انت. حرقت فرنسا على واحد فينا، ما يقدروش يديروا شي حاجه، اللي يخافوا. هنا تعرف باللي فهمت، شدوا في دينكم، عندنا ولا عندهم، شدوا في دينكم وبقاو مع دينكم. واخا راه انا راني تافرني نستنى، انا اصلا غادي نريض هاد التيك توك، راني ديما كنقول لكم غادي نريض هاد التيك توك، ولكن راني عارف باللي غادي نشوفوا بحال هاد الحوايج مستقبلا. ما غاديش نشوفوا شي، غادي نشوفوا حوايج زينه، ولكن لا بلي بار غادي يبقاو حوايج. وديك الاعتفاره فات هضرت على هاد الشيء ديجا اللي صرا في فرنسا دركا، كانت قالت قبل باللي سوف تعيش فرنسا احداث مؤسفه، يعني مؤسفه يعني فيها الموت، وسوف تشتد النزاعات بين الشرطه الفرنسيه والشرطه والشعب الجزائري والجاليه الجزائريه. باش عرفتها هي، هما هذوك بلا ما نذكر سميتهم، هما كانوا قلت لكم كاين مكرو، هما كاين مكرو قبل يعلموا شنو غادي يديروا، فهمت؟ عادي يديروا. وبيني وبينكم حتى انا لاحظت البيستولي الكابوس اللي تقتل به نايل ولا نو الدري، المهم اللي تقتل به، ماشي نتاع الشرطه هذاك الكابوس، البيستولي ماشي نتاع الشرطه. روحوا لاحظوا الكولور ديالو غري وصغير، البيستوليات ديال الشرطه ما دايرينش هكاك، الله اعلم لا ما وراء هذا اعظم، فهمت؟ انا ما كان ما حسبتهاش غير موت عاديه وبوليس يغلط، لا تحريشه هذه مقصوده.